أكيد هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم، موضوع كتير مهم لكل الأهالي وطلاب البكالوريا. بنعرف نحن التوتر اللي بيعيشه طالب البكالوريا بتقديم الامتحان، ولما ينتقل للخطوة التالية هي الدورة التكميلية. في خطوة أهم مع انتهاء الدورة التكميلية هي تحديد الهدف، فينا نقول ومصير الطالب، من خلال تحديد شو الاختصاص اللي بده يدخله. هون بيحدد فينا نقول بداية مستقبله. صحيح. كشاب صغير أو صبية صغيرة هون ببلش هيك يكون في قلق كتير كبير. صحيح نور، ويمكن هاي المشكلة بيلعب فيها دور كتير كبير، مو بس التحصيل العلمي أو النتيجة، فينا نقول قديش حصل وقديش جاب حتى بعد الدورة التكميلية، بيلعب دور العلامات وبيلعب دور مين بيساعده بالاختيار. هل هو يا ترى بيختار وبيعرف بهذا الوقت شو بده يختار فعلا لحتى يدخل، هل هذا الفرع مناسب له بغض النظر عن العلامات إذا كانت أكثر أو أقل، أم أنه الوسط المحيط فيه من العائلة، من الجيران، من شوف شو أكثر حدا عنا بالعيلة أطباء ولا مهندسين ولا محاميين، بيلعب دور كتير كبير. وهون بتظهر عنا مشكلة أنه ممكن حدا يدخل جامعة ما بيحبه، ما بيحبها بس لحتى يرضي المحيط، أو العكس يدخل جامعة لأنه هي العلامات اللي طلعت له، ويفكر أنه هو ما رح يقدر يبدع حتى بهذا الفرع اللي هو شايفه قليل. لهيك موضوع الاختيار كتير مهم، رح نحكي بالتفصيل عن نصائح للطلاب وللأهل مع ضيفتنا الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يا هلا، يسعد صباحك. موضوع جدا مهم، يمكن دائما أنا بقول هي القصص اللي بيحكي عنها بشكل مستمر كلياتنا مرينا فيها، ما في حدا ما مر فينا نقول الخوف من الامتحان البكالوريا. أنا بعد البكالوريا هي مرحلة مستقبلية، اختيار الفرع، لأنه كمان البيئة والمحيط والأهل بيلعبوا دور، أنه أنت مثلا علاماتك بتجيب مثلا طب بس انت حابب تدخل هندسه، بس انا بدي اياك تدخل طب. يعني كمان الاهل احيانا بيخلوا في خطا بالاختيار للطالب، لانه ممكن مثلا انا دكتور بدي ابني يصير دكتور، نفس الشيء الام. هي اخطاء شائعه بشكل مستمر يقع فيها الاهل والطلاب. خلينا نحكي عنها، قديش الى اثر في مستقبل الطفل ومن خلال اختيار فرع له كمان ممكن ما بيحبه ما بيقدر يكمل فيه. بداية خلينا نبارك لكل طلاب البكالوريا، لأن اليوم مثل هذه اللحظة عملوا انتهت البكالوريا، انتهت تكميلي، خلصت هي المرحلة العصيبة يلي كان كلها تعب وجهد وقلق وتوتر، فألف مبروك. ونحن عم نشارك معهم بقطع الانترنت فكمان نحن مستنيين لتخلص الدورة التكميلية. فيعني عن جد كانت سنة كتير متعبة بالنسبة لهم، فأنهوا هلأ مرحلة من حياتهم وبلشوا لمرحلة الحياة الحقيقية. حلو ما؟ أوكي. طيب هلأ كتير مهم بقى يبلشوا قبل حتى ما تطلع نتائج المفاضلة، يبلشوا بقى يشوفوا شو الاختصاصات المناسبة لألون، لأنه مثل ما حكيته أنه في كتير طلاب أوقات عم تفوت بس مو هذا الشيء المناسب لها، أو عم يكون رغبة الأهل. طبعاً في خلينا نحكي اليوم على 4 خطوات كل طالب المفروض يبلش فيهم من هاللحظة يلي هن كيف يختار اختصاصه الجامعي. أول خطوة، لازم يعرف السمات الشخصية الفطرية أول بعدين المكتسبة. تاني خطوة، لازم يعرف الميول تبعه، بعدين القدرات والإمكانيات، بعدين بيختار الاختصاص المناسب له بناء على 3 خطوات السابقة. طيب خلينا نبلش خطوة خطوة. الخطوة الأولى إنه سمات الشخصية الفطرية. طب شو يعني فطرية؟ يعني هي موجودة مشيت معه بالولادة، فهي أساسية. إذا الإنسان ما انتبه لها وما راعاها فهذا الشيء بيأثر عليه مستقبلاً، وهذا الشيء اللي عم يصير مع كتير من الطلاب، إنه هن بعد ما بيفوتوا فرع معين ببلشوا أول سنة هلأ كتير عم يحاكوني إنه خلونا نعمل الرد اختبارات تحليل الشخصية، خلينا نعرف إنه شو الميول تبعنا، خلينا لأنه أنا فتت الفرع مو المناسب لإلي. طبعا ما في الواحد يضل عم يبدل ويغير، صحيح، يعني بحق الله مرة واحدة يغير، بس كمان هو عم يخسر سنوات من حياته. طيب شو يعني سمات فطرية؟ يعني مثلا هل هو شخص شجاع أم لا؟ هل هو شخص كريم، متعاون، مرن بالحياة، عاطفي أم منطقي؟ فكل هدول الشغلات هي بتأثر جدا على الاختصاص يلي هو بده يدرسه وعلى العمل يلي هو بده يشتغل عليه مستقبلا. فجدا مهم يعرف شو هن السمات الشخصية المناسبة
للفرع طبعا هي حنحكيها بعدين، لكن اول شيء لازم يعرف هو شو سماته. كثير من الطلاب لما بتجي لعندي بتعمل الاختبارات يعني اوقات بنسالهم اسئله هن عم يكتشفوا حالهم، يعني في شغلات كثير انه هن اول ما حدا بيسالهم. هلا كثير في اسئله دقيقه انه هي بنحاول منا نستشف او نعرف انه هو شو شخصيته الاساسيه، كيف بيفكر، كيف عم يتعامل مع الحياة. إحنا مو بس الاختصاص الجامعي مو بس هو مواد، هو يعني مواد نحن منحبها أو ما منحبها، لا، لدرجة إنه في طلاب كتير عم يدخلوا مثلاً معلوماتية، جمعوا معلوماتية، لكن بس دخلوا مع إنه هن بحبوا كتير الرياضيات وشاطرين بالرياضيات، بس فاتوا لهذا الفرع حسوا حالهم أنا مو هون. طيب حسب المواد، وهو يعني إنه إيه شاطر بالرياضيات. فلذلك حتى تخيلي انه في عندي طالبه طلع المناسب لها اعلام، فتخيلي انه بين المعلوماتيه والاعلام، فبعد ما فاتت معلوماتيه وما عاد حسنت تكمل، فكان الخيار انه هي تدرس افتراضي اعلام مع المعلوماتيه، بس لكن لقيت حالها بالمجال الاعلامي اكثر بكثير. فهون كثير مهم لما يعرف الطالب هو شو سماته الشخصيه لحتى يفكر ويختار ويكون قراره مبني على أسس صحيحة. طيب هون بدي أدخل معك بفكرة هي يعني فينا نقول بتتقاطع مع هذا الموضوع، اللي هو المدة أو الوقت اللي أنا بكتشف فيه المهارات والميول. كلياتنا بنعرف انه نحن الطالب بعد التاسع بفوت عاشر اللي هي عامة تماما، بعدين بينتقل للحادي عشر اللي هو إما علمي إما أدبي، ولكن تحديد اختيار شو بده يدخل الطالب بيوقف على سن البكالوريا. مو لازم طيب نبلش بهي الاختبارات من التاسع لحتى يعني على الأقل يكون هو عرف نفسه شو ميوله لما يوصل على البكالوريا، حتى لما بده يركز على مواد أو مثلا يدخل دورة تكميلية ليعلي مجموعه يركز صحيح. على مواد معينة تفيده بهالاختصاص، حتى مو بس من التاسع، من وقت ما بيكون صغير. يعني هلا بس عم اقول يعني اللي بده يلحق هلا اوقات كثير. هلا مثلا انا مع ابني اشتغلنا وقت ما كانوا بصف الثالث، عملنا تحديد ميول، تحديد سمات الشخصيه، واشتغلنا على اساسها لحتى وحطينا عده خيارات لحتى بعدين لما صار بالتاسع اخترنا الشيء المناسب له. يعني هو ما كان ميوله علميه وحسب يعني الشخصيه تبعه، لا، ميول ادبيه كانت اكثر، مع انه حتى ما بيحب الحفظ. نحن عندنا مشكله كمان كثير مهمه، ايه بفكروا الادبي بس الادبي حفظ. هو بس حفظ، انه هي شغلته كثير سهله، لا، المناهج الادبيه هلا تبع الفرع الادبي أصعب. صارت صار فيها استنتاج، صار فيها تحليل، ما عاد تعتمد على البصم ابدا. فلما دخل وبعدين فات الفرع يلي هو حاطه بباله اللي نحن مشتغلين عليه، وكان عندنا عده خيارات، دائما كنا بنفتح الخيارات. مو بس نقطة انه انا بحلم بشغلة وبشتغل عليها واذا ما زبطت معي خلاص نهاية الدنيا. هي كتير من الطلاب، يعني تخيلي قديش في طلاب عم تبعت لي انه انا يا بفوت طب يا بنتحر، يعني موصلين لهالمرحلة انه خلاص راحت احلامنا، راحت طموحاتنا. لا، الحلم ليس هو الرسالة بالحياة، ليس هو الهدف. فكتير مهم الطالب يعرف انه انا في احلام، لكن كيف فيني جسدها على ارض الواقع؟ كيف انا فيني اعرف شو رسالتي بالحياه، حط اهدافي. فاول خطوه مثل ما قلنا انه نعرف سمات الشخصيه، ثاني خطوه نعرف شو الميول. الميول هل هو مثلا انا ميولي علمي ولا ميولي ادبي؟ هي وحده. اوقات كثير في طلاب تقول لا انا ميولي علمي، لكن بتلاقيها لما بتفوت بعدين فرع ادبي. طيب ليش عم تفوتوا فرع ادبي؟ لان هذا اللي طلع لنا بالمفاضله. ففي منهم ما بيحسنوا يكملوا، وفي منهم بالاساس هن مفكرين حالهم عندهم ميول علميه لكن هي ميول ادبيه اكثر، وعم يفلحوا كثير بالافرع الادبيه. فكمان قصه الميول انه كل شخص هو هذا الشيء موجود بداخله، بيتعرف عليه، بيفكر انه هو هذا الشيء الصح، لكن بدها دراسه. مثل اوقات الواحد بيقول انا ميولي بحب ارسم، عندي ميول للرسم، فبنقول له اوكي فوت فنون جميله او عماره، بس كل وحده شيء. صحيح. هل انت بتعرف اذا بده يفوت عماره فهو في رسم يختلف عن الرسم تبع الفنون الجميله؟ تصميم. تمام، في تصميم، في عنا ابعاد، في عنا رياضيات بالموضوع، فكل واحد شيء بناسب شخصيته. هون بيجوا الاهل، لا انت انسب لك مثلا تفوت مثلا عماره، او اوقات في طلاب مثلا اخي من سفرك، من درسك طيران، من درسك، طب انا ما بحب، انا بدي فوت مثلا جرافيك ديزاين، هذا الشيء المناسب لإلي.
ولما عملنا كمان اخر شيء ببعثوا الاهل انه معلش عملي لنا التحليل تبعه، فبيطلع انه هو مناسب له انه يكون بالجرافيك ديزاين اكثر، لكن اوقات الاهل ما بعرف ليش شايفين انه مناسب للبلد، واذا سافر انه بس يا طب يا هندسات ومو كل شيء. بينما في عنا افرع كثير وحتى معاهد، يعني انا لما عم بحط الاختصاصات على التليجرام فكاتبه كل اختصاص شو سمات الشخصيه تبعه، شو المواد اللي بتدرس فيه. في كثير افرع واختصاصات معاهد فيها كثير شغلات حلوه لكن ومعدلاتها منخفضه، فالطلاب بيشوفها انه شو بتطلع، يعني مثل مثلا معهد تبع طباعه ونشر، معهد طباعه ونشر بفكر الواحد شو بدي ادرسه، يعني شو بدي اطلع، يعني شو بدي اقعد اشتغل بالطابعات وكذا. لا مو بس هيك، صحيح هو لا بده يشتغل بالديزاين، بيشتغل بالتصميم، بعدين بيتعامل مع المطابع. كثير كمان شغله مهمه، واذا اشتغل على حاله في كثير يطور حاله، وهذا معدله منخفض. فقديش الطالب اوقات هو بس شايف الدنيا من منظور مجتمعي، صحيح. لا خلينا ندرس هذا أكثر. المنظور المجتمعي كمان بيعكسه الاهل. يعني بالختام بس سريعا، دور الاهل قديش بيلعب دور بتحليل شخصيه الطفل ودعمه واختياره للفرع اللي ممكن هو فعليا يحقق النجاح الاكبر فيه بالمستقبل. هلا الاهل اذا ما عرفت ميول ابنهم او بنتهم بشكل صحيح، او سمات الشخصيه مثل ما حكينا، وكمان في عندنا النقطه الثالثه اللي هي القدرات والامكانيات اللي عنده، صحيح. اوقات كثير بيقول انه لا بيحسن وبيجرب وبيشتغل وبيرجع بنجيب له دروس خصوصي، انتم بالجامعه ما عاد مثل المدرسه. فهون بدنا نعرف الامكانات والقدرات تبع الطالب، فهون كثير مهم. بعدين بنحط بقى اللائحه تبع المفاضله، تمام. ممكن هلا يشوفوا مفاضله السنه الماضيه، يعتمدوا شوي على العلامات تبع الدوره الاولى، تمام. ممكن يزودوا شوي عليها مشان نحط نحن الخيارات، مشان نكسب الوقت اكثر، يحطوا كل شيء خيارات متاحه قدامهم حتى لو ما حبوها. بعدين بيمشوا بقى بيشوفوا فرع اختصاص، شو المجالات تبعه، شو السمات، شو المواد اللي تدرس فيه. كثير مهم يعرف الطالب انه انا لما فايت على هذا الاختصاص شو رح ادرس، ومو بس انا شو حاشتغل، هي شو حاشتغل انت وشطارتك. انت لما بتشتغل على حالك وبتكون مبدع بالحياه وين ما حطوك، بعدين ما في اختصاص شغال والثاني لا. لو ما في اختصاصات بهالعالم، يعني تخيلي كل العالم كانوا دكاتره، طب والباقي في كل اختصاص له مجال بالحياه وله شغل وين ما راح. فهي نقطه كثير مهمه كل طالب واهل لازم يحطوها ببالهم. بعدين على هدول الاربع خطوات يلي حكيناهم بيكون اختار الشيء الانسب له. هلا طبعا في اختبارات ميول شخصيه، وانا هلا كمان قريبا ان شاء الله ححطهم على الموقع التطبيق تبعي، فحيكون كمان في يعرف انه هو شو الميول تبعه، شو الاشياء المناسبه له اكثر. طبعا اكيد بالاستشارات الخاصه بيكون في تفاصيل اكثر، بيشتغل بننقش شغلات، لانه اوقات بيكون حتى جوابه للسؤال ما بيكون دقيق لما بيكون، او بيكون مثلا فكر بالسؤال بطريقه ثانيه لما بيكون عم يساوي لحاله. فانا كثير بحب لما اساوي الاختبار يكون وش لوش عم حاكي، او اوقات نعملها اونلاين يعني، لكن بدي اعرف من خلال اجاباته بحسن حلل الشخصيه تبعه وحط الشغلات المناسبه له ونفتح الخيارات. اكيد. فاهم نقطه انه يفتحوا خياراتهم ويختاروا صح مشان ما بعدين يندموا بالمستقبل. صحيح، يعني هي أهم نقطة نختم فيها حديثنا معك اليوم أستاذة رهف، ونتمنى أكيد التوفيق للكل. شكرا كثير لك. موفقين يا رب جميع طلابنا. أكيد نتشكرك على وجودك معنا، ونقول لك يعطيك ألف عافية على المجهود اللي عم تبذليه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.